هل تتخيل انه في حشرة قد كده هو تتسبب في انه البيت كله يقع؟ دي معلومة صغيرة بس مهمة عن بيتك ان امريكا مع فيك. ايوه، حشرة صغيرة جدا واسمها ترمايت ومعروفة بالنمل الابيض. الحشرة دي بتعيش في مستعمرات كبيرة وبتتغذى على مادة السليلوز الموجودة في الخشب، والبيوت مبنية من الخشب، يعني ممكن يكونوا السبب في تدمير البنية التحتية لأي بيت. من أهم المراحل في شراء البيت إن احنا بنعمل إنسبكشن متخصص في النوع ده من الحشرات اللي اسمها Wood Destroying Insects، الحشرات المدمرة للخشب. لو طلع إن الحشرة دي موجودة في البيت أو مسببة أي تلف للبيت، فمن حقك كمشتري، وده حسب عقد الشراء، إنك تطلب من البايع إنه يدفع تكلفة قتل الحشرات دي وكمان أي تكلفة للأضرار الناتجة عنها. قتل الحشرات دي بيكون عبارة عن حقن التربة المحيطة بالبيت بمواد تقتل الحشرات دي، وكمان بيدوا ضمان لمدة سنة لو الحشرات دي رجعت تاني.